طيب ناخد بقى عندنا الأستاذ أحمد من الدوحة، يقول يعني عايز توضيح أن هناك رجل كان مشهور عنه أنه سيء المعاملة وسيء الخلق، ورغم ذلك توفي في العشر الأخير من رمضان، وهو يعني عايز يقول أن إذا أردت أن أعرف سيرة الرجل فانظر إلى آخرته، يعني بتبقى علامة من العلامات كقول شهير يعني. فبيقول دلوقتي أنا عايز أفهم الموضوع ده ازاي يبقى كده وازاي يموت في هذه الايام الطيبات المباركه. ده كان اول توضيح له. تمام. هو ابو جهل مات ايه؟ يوم ايه؟ انا مش عارف. في غزوه بدر. غزوه بدر كانت يوم ايه؟ 18 هجري، يوم 18 رمضان، صح؟ طيب 18 رمضان دي في رمضان باقي له العشر يخشوا يعني العشر مثلا. ايوه، هو ده هنا العبره. انت موت يوم ايه؟ كان ده لو موت يوم كويس، ايوه، في زمن معين وانت راجل صالح، نعم، ومت على طاعه. ايوه، انما واحد عاصي مات في ايام عاده. ما هو اصلا طبيعي الناس يعني النهارده مثلا، لو النهارده قلنا ليله القدر مثلا، ما فيش ولا واحد ملحد ولا مشرك ولا داعره ولا حرامي مات في اليوم ده. اكيد فيه. هو العبره باليوم ولا باني من بشريات الانسان المسلم، ايوه، العمل الصالح بتاعه يموت على عمل صالح في يوم كويس. تمام. مثلا طيب واحد مات في السجن من التعذيب وفي يوم عادي، ايوه، ورجل مات شهيد، هندور على اليوم وندور على العمل؟ هندور على العمل. الاهم هنا العمل. ايوه، وده اللي قلناه لما سيدنا ابو الدرداء ذهب الى بيت المقدس، الارض المقدسه، وقرا الاحاديث اللي في الارض المقدسه فذهب. نعم. وكان يعني اخو سيدنا سلمان الفارسي في الاسلام وبينهما اخوه يعني. ايوه. فراسله يا سلمان هلم الى الارض المقدسه. نعم. فأجابه سيدنا سلمان يا أبا الدرداء إن الأرض لا تقدس أحدا، الله، ولكن العمل الصالح يقدس صاحبه. نعم. مش عبره بالأرض مماته، ما هو ممكن واحد يموت في أرض الحرمين الشريفين، هو أنجس مخلوقات الله. تمام. هو ده العبرة من مات يعني. واحد يا عمي طلع مثلا عشان أمير ولا عشان حاجة دفنوه في البقيع. أيوة. ده إيه علاقته بعمله؟ إيه العلاقة؟ طيب القليب اللي النبي صلى الله عليه وسلم دفن فيه كفار قريش اللي في غزوه بدر، ما في المدينه المنوره في اطهر من كده؟ لا طبعا. فالقصه مش قصه طهاره ارض وطهاره هدوم قد ما البدن نفسه والنفس طاهره ولا لا. تمام. فمش دايما اخواننا نقعد نقول ده مات في يوم طب ليه مات في يوم افطار؟ ايه اللي ليه؟ وقدر الله له. اتولد في يوم ومات في يوم. المهم بين الولاده والوفاه العمل. العمل ايه؟ ايوه. بس. طيب وعلى راي حضرتك يعني، ده بعيد عن كلام حضرتك، انا اللي بقول يعني محمد بن سلمان هيدفن في المدينه المنوره؟ الله اعلم هيدفن فين، محدش عارف يعني اعماره واقداره فين. يا رب. محدش عارف يعني. ماشي يا رب، يعني ما ينالش هذا الشرف.